ده رأي كابتن وليد. كابتن جمال في مشكلة في مركز المهاجم؟ المهاجم يعني هو في اتنين دلوقتي هما اللي ماشيين كويس جدا، مصطفى محمد وشريف، يعني هما دول الاتنين اللي موجودين على الساحة دلوقتي، انما برضو عندنا اكيد في مشكلة لانه العدد ده قليل. في مشكلة بس اللي جايين كويسين يعني اللي احمد ياسر رايان كويس، يعني اللي طالعين ممكن يكونوا يعني العدد اكتر. ده المكان الوحيد اللي الاولمبي هيبقى زي الاول فيه صح؟ لان هم نفس اللعيبه مصطفى يعني احمد ياسر بالظبط هو بالظبط. نرجع بعد الفاصل نكمل حديثنا.